ومن ذلك نشوف كهنة أودا مقدسون من قبل أتباعهم ويتباركون بهم ويتلبسون ويتملسون بهم. طبعا هو يمثل سلطان الله الأرض، وهذا طبعا تسرب إلى الديانات السماوية، إلى المسيحية وإلى اليهودية وإلى الإسلام. في كثير جدا عند النصارى وعند اليهود وعندنا نحن المسلمين تقديس لرجال الدين، وإلا كيف تبرر وتفسر لما المرجعية تفتي وبتشوف الملايين تقول لبيك اللهم بالفتوى. يعني قد يفتي المرجع الديني في قتل المسلمين المخالفين بالنسبة له، ما بالفتوى مرتين، بيرفع السلاح على غيره ولو كانوا منا المسلمين. للحديث بقية بارك الله فيكم.